بخصوص إيقاف المدعو راشد الغنوشي، احنا نعلم انه بخلاف الفيديو الذي تسرب معناتها على الصفحات الذي يدعو فيه الى اقتتال وتقاتل الاهالي في بعضهم ويدعو ويصنف انصار 25 جويليه بالارهابيين، نذكره بان الارهاب له نواميس وقوانين تعرفه، وان اردنا تعريف الارهاب فافعاله هي الارهابيه، وتستره على الارهابيين في ظل العشر سنوات الماضية سواء إلى التسوير في ليبيا أو الذين قتلوا جنودنا الأبرار في جبال شعامبي وسنامة، وكذلك تفجير الحافلة الرئاسية، هو ومن معه قد أتوا بالإرهاب إلى بلادنا، لأن قبل 2011 لم نكن نسمع بالإرهاب في تونس، بل جاء الإرهاب في فترتهم، واليوم عنا عامين من 2021 إلى هذه اللحظة لم نسمع بأي عملية إرهابية، وبالتالي فالبعرة تدل على البعير، وما هو إلا بكبير الإرهابيين الذي يدعو إلى الاقتتال والتقاتل. نحن نقاضي الناس بالقانون وبالقانون، ولا نثق في القضاء، القضاء يسقط. احنا كقياديين في المسار لم نقم برفع، بل الدولة هي من قامت ولها الحق الإثارة، فهي تمثل النظام العام ولها الآليات القانونية في رفع تلك القضاء. وبالتالي احنا نجدد ثقتنا في القضاء التونسي الذي لا سلطان عليه الا القانون. هم يقولوا تو نهايته معناتها الاتهامات باطلة وليس لها مع صحة من الأساس. القضاء فيصل والملفات موجودة فوق طاولة القضاء، نحن لا نتدخل في العمل الداخل القضاء، وما سوف يقوله القضاء مرحبا به، ولهم الحق في ممارسة جميع طعونهم سواء بالاستئناف أو التعقيب. أول حاجة كلمة معارضة هذه نحب نسحبها، لأن يعني لم تكن هنالك معارضة، بل هم كانوا في السلطة طيلة 10 سنوات وارتكبوا من الأخطاء ما يجب عليهم أن يتحملوها، وبالتالي كل من أذنب في حق الشعب التونسي إطار 25 جيلة سوف يحاسبه بالقانون وليس سياسيا كما يدعون، وعليهم عبء إثبات براءتهم كما علينا عبء إثبات إدانتهم.